بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب هنتكلم إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان Working with Storyline Interface، إن إحنا هنبتدي نتعامل مع الواجهة والإنترفيس بتاعة الستوري لاين. الواجهة ديت طبعا مش غريبة عن الناس، الواجهة مشابهة جدا للأوفيس 2013 2016 اللي عائلة أوفيس بالكامل. في الأول هنبتدي ناخد المفهوم الخاص بالتبديل ما بين الستوري فيو والسلايد فيو والفرق ما بين الاثنين. فلو يا جماعه انا عندي هنا الواجهه ديت فيها اثنين تاب، ادي تاب اسمه ستوري فيو وده بيرجع لي القائمه السنس. القائمه ديت بتديني زي اوفر فيو، نظره كليه عن كل المشاهد او عن كل المشاهد اللي موجوده جوه المشروع بتاعك. النقطه الثانيه بمجرد ما انت تعمل دبل كليك بيوديك للمشهد الثاني اللي هو انت كنت موجود فيه، اللي هو كان عباره عن السلايد فيو، اني ببتدي بعرض السلايدز اللي موجوده اللي جوه السنس الواحد. طبعا انا ببتدي احدد انا وسنس فيهم وابتدي ايه اعرضه، لكن انا بما اني انا ما عنديش غير سنس واحد بس او مشهد واحد بس، فبالتالي انا ما عنديش غير السنس ديت بس، فمش هختار غير من السنس بس. النقطه الثانيه بقى السنس ديت اساسا ما فيهوش غير سلايد واحده بس، فما عنديش غير سلايد واحده بس، لكن انا ممكن طبعا اني اضيف اكتر من سلايد تاني. الشاهد الستوري فيو بيديني نظره عامه عن كل البروجكت بتاعي بكل اجراءاته بكل احداثه بكل اللي فيه. النقطه الثانيه اللي هي السلايد فيو بيديني الكنترول بتاع السلايد نفسها عشان ابتدي اتحكم في كل سلايد لوحدها. النقطه الثانيه بالنسبه للاندوكينج اند ريدوكينج للبانلز، الفكره كلها ببساطه يا جماعه زيهم زي اي برنامج، كل ده عباره عن بانل، جاست باني اضغط على ديت على العلامه ديت معناها ان انا بعمل لها كده ايه اندوك، اضغط عليها مره ثانيه بتعمل لها ريدوك. نفس الفكره بالنسبه للتايم لاين من تحت، بخليه يتحرك. نفس الفكره بالنسبه للسلايد والتريجرز، باني ممكن اخبيها، لو ضغطت عليها مره بلاقيها بتظهر، لو ضغطت عليها في الاندوك بلاقي التريجر تبتدي تظهر، ومره تانية بلاقي ان السلايد لير بتبتدي كده. انا عايز ارجعهم كلهم مره تاني، جاست بروح على قائمه فيو واقول له ري دوك اول ويندوز، بمجرد ما اضغط عليها بيرجع لي كل الواجهه بتاعي للستاندرد، الستاندرد انترفيس ده الواجهه الستاندرد اللي هي ايه القياسية أو الأساسية. ديت جانب. طبعا أنا لو مسكت أي بانيل من دول وضغطت عليه بالسهم الصغير اللي تحت هلاقيه ابتدى يصغر يا جماعة. اكزاكتلي لو أنا ضغطت هنا هلاقيه هما الاتنين ابتدوا يقلوا، الكونتنت بتاعهم ابتدى يقل. كمان لو مسكتهم وشددتهم على اليمين هلاقيهم ابتدوا يخفوا لي المساحة ديت، لو ضغطت عليه مرة ابتدى تكبر عشان أوفر عليه مساحة عمل، بحيث إني لو احتجت إني أتعامل مع السلايد فيو أو أتعامل مع الشريحة بشكل كامل عشان أشوف تفاصيلها وأحداثها قبل ما إيه يعني لو حسيت إن البانلز ديت بتبتدي تضايقني يعني. الجانب التالت بالنسبه للزوم، انا برضو موجود في قائمه فيو، بضغط على زوم ممكن اختار اني ابقى فيت لا بتساوي اللي جنبينها فيت تو ويندو علشان تبقى القصه مناسبه لويندو، ممكن ازوم برينج معين او بين سنت معين، كما اني برضو ممكن استخدم من تحت اني اعمل زومنج ليه بالبار اللي هو من تحت زي ما مطلوب اكزاكتلي، والقصه دي برضو بتساوي فيت تو ويندو زيها زي الفيت تو ويندو اللي موجوده فوق. كما اني برضو عندي نقطتين دول تجمع، انا كده موجود في سلايد فيو اكزاكتلي، لو انا عايز اروح للستوري فيو هضغط على ديت اكزاكتلي بالظبط، لو رحت على قائمه فيو وانا عندي انا في الستوري فيو ضغطت عليها اروح ليه السلايد فيو، فابتدي بعد ما بدل ما بين السلايد فيو والستوري فيو ما بين الاثنين دولت او ما بين من قائمه فيو الاثنين دولت. ده هي الجانب. النقطه الاخيره اللي هنتكلموا فيها عن جنرال ابلكيشن اوبشنز، لو انا عايز اتكلم عن الخصائص العامه اكزاكتلي ممتاز، من قائمه فايل هروح على ستوري لاين اوبشنز هبتدي يعرض لي الخصائص العامه للبرنامج. لو انت كنت عايز تظبط فيه شوية حاجات كاللغة، لو انت كنت شغال على بروكسي، القصة بتاعت السبيلينج والتدقيق الإملائي أدايت بخصوص الانترفيس بتاعت الارتيكوليت ستوري لاين 2. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.